السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد، مرحبا بكم في نهار جديد، تحية جديدة، عودة جديدة معكم إخواني أخواتي من خلال هذا الفيديو. نتمنى أن نلقاكم إن شاء الله في تمام الصحة والعافية وانتم كتشاهدوه. قبل ما غادي ندخل في تفاصيل الفيديو، كنبغي نشكر جميع الناس اللي دعوا معايا بالشفاء، الناس اللي كتسول لنا، كذلك الناس أولى الوافدون الجدد على القناة واللي كتعرفوا علينا يعني للمرة الأولى من خلال سواء فيديوهات سواء لايفات، واللي كيكتبوا لنا تعاليق جميلة. صراحة شكرا لكم بزاف، شكرا الناس اللي كتدعمنا بدون مقابل. كلمة شكر كنقولها دائما قليلة في حقكم، فواخا نشكركم تنعيا ما غاديش نوفيكم الحق ديالكم. شكرا كذلك الناس اللي قدمت لنا التعازي في الوفاة ديال العمة ديالي، كنشكركم بزاف بزاف، لان بعض الاحيان كي يعني كتشوف ناس هما كيشوفوك انت ما كتشوفهمش، يعني فقط لوجه الله كيسولوا فيك، كيفرحوا معاك، كيقرحوا معاك، يعني كيحزنوا معاك. فانا بالنسبه ليا هذا هو اولا، هذه هي الايجابيات اللي كاينه في هاد المواقع التواصل الاجتماعي اولا في هاد المنصه الحمراء ان صح التعبير. فشكرا لكم بزاف وجزاكم الله كل خير. الموضوع ديالنا الخوت اليوم، كما شفتوا ان في القناه الثانيه كنت مريض، ورغم ذلك خرجت بواحد اللايف على مريم وهادشي اللي وقع، البدويه وزهير ورجاء ومنعيم. المهم هاد الضجه هذه اللي واقعه، وانتم عارفين ان الاغلبيه ديال المتابعين اغلبيه القنوات منضمنين مع مريم. اليوم غادي نتكلم على كل واحد يعني على حده، غادي نتكلم على مريم، غادي نتكلم على الخرجه ديال زهير اليوم، الخرجه ديال رجاء، الخرجه ديال البدويه. ولو ما كنتش باغي نتكلم على بدوي، ولكن غنتكلم عليك غير واحد شويه غير باش نوضح لك بعض النقاط، ولا بغيتي حتى في اللايف ان شاء الله اللي غادي يكون في القناه الثانيه واللي غيكون مساء اليوم، يعني غادي نحط الفيديو اليوم، اصلا كنصوره بعد ساعه غادي يتحط الفيديو. فاليوم غادي يكون لايف على القناه الثانيه ان شاء الله، وغادي نحط لك حتى لو بغيتي الادله على انك صراحه كتكذبي في بعض الاشياء. احنا ما عليناش، لان كنشوف اودي البدويه ونبدا بك ماشي مشكل يعني في هذا لا فيديو. انا ماشي ضدك كشخص او لا كنحسدك او لا شيء من هذا القبيل، احنا كمنتقدين وانتم اللي كتعطيونا الفرصه او لا انتم اللي كتخرجوا الغسيل ديالكم باش اننا ننتقدكم. يعني كتقولي بعض الاشياء في اللايفات ديالك او لا في الفيديو ديالك، حتى الطلعه ديالك البارح، المداخله ديالك عند مول الصلعة صراحة لا تشرف، صراحة هذه حقيقة. وتحياتي لمول الصلعة، يعني هو كيعرفني وكنعرفو دائما كيكون تواصل بيناتنا فاش كتكون شي حاجة اللي هي ضرورية، يعني كنأكد على اللي هي ضرورية. ف تتقولي شي حوايج بحكم أن أنت مؤثرة وكذا، ولكن عينا ما نقولوا الجهل، الجهل ما بقاش جهل، لأن الإنسان كيتعلم من الخطأ الأول من الخطأ الثاني. كنشوفك انك كتسبي المتابعين وكتعيريهم وكذا، وكتكلمي على انك ما كتكذبيش وكتقولي الحقيقه. فالانسان اللي كيكون تايق في راسه وكذا، اولا ما كيديزاكتيفيش التعاليق في القناه ديالو، قناه مؤثره ومعروفه، وكتقولي ان الناس كياكلوا الخبز عليك، راه خص تعرف هذه القضيه. راه الا ما تكلموش عليك المنتقدين راه ما طلعيش، راه كانت القناه ديالك بارده حتى وقع المشكل، حتى خرجتوا لنا هذا المشكل ديالكم. وطبعا انا اللي كنحس ان انتم ماشي غير انتيا، كلكم تقريبا بقى فيكم الحال، حيت كاع الناس متضامنين مع مريم. وفي هذا الفيديو كذلك انا من الناس اللي متضامنين مع مريم، ولكن كاين بعض النقاط اللي ما مفهوماش واللي ملغومه بهذا المفهوم هذا، بعض الحوايج اللي انا خلاتني نشك في مريم، وليت كنقول ربما هذه تمثيليه، لان كاين بزاف الناس كذلك يقول لك هذه تمثيليه، ومن حق اي متابع يعبر على الراي ديالو. الاختلاف لا يفسد الود قضيه في الاراء، خصوصا اذا كنا متفاهمين على الشيء الاساسي او لا القضيه الاساسيه. ولكن كنشوف يعني بعض الناس كيكتبوا في التعاليق ان ربما هاد الناس كيمثلوا، ممكن كل شيء ممكن، كل شيء ممكن والله العظيم. يعني الانسان خصو يبقى يستعمل، اذا كنت في المغرب لا تستغرب اي حاجه ولات ممكنه، اي حاجه ولات مباحه، شي حوايج يعني لا حول ولا قوه الا بالله. فانتي البدويه غنبدا بك، علاش؟ لان انت كتقولي للناس ان بنتي وبغيتي تفضحي بنتك، غندير حلقات، غادي ندير المشكل واقع مع بنتي، ها شنو دارت ليا. حنا
فاش خرجنا في الاول ضمن مع مريم او لا تكلمنا على مريم لان بقات فينا لان مشات ليها الفلوس، وانا خرجت بلايف كاين قنوات قلتها في اللايف ديالي كيخرجوا كيستعملوا ديك الوسطيه ان انا ما غنتهم حتى شي واحد. لا انا قلتها بصريح العباره، المتهم هو اللي شاد القنوات، المتهم الرئيسي انه سرق الفلوس ودا الفلوس. انا نقولها عادي لان هذه هي الحقيقه، هو فم معترف بها، هو قالها في لايف وقالها في، يعني هو المتهم لانه هو اللي شاد القنوات، فهذه عادية. الإنسان مبقاش يقول ما كان اتهم حتى شي واحد، ولا ورا المتهم هو أنت، أصابع الاتهام تشير إليك لأن أنت الوحيد. يعني داك الشيء كنشوفو حنا انطلاقا من المعطيات، انطلاقا من داك الشيء اللي كنشوفو في اليوتيوب. فما يجيش واحد الإنسان يبقى يقول لك لا ورا أنا ما كان اتهم حتى شي واحد، ولا أخي هذه حقيقة، وفعلا المتهم بريء حتى تثبت إدانته، هذه حقيقة. فانت كتطلعي كتقولي انا بنتي 6 شهور هذه، مرات تقولي 4 شهور وانا مقاطعاني، ربما مرات تقولي 3 شهور. وانا البارح دخلت القناه ديال مريم كنلقاك انا غير الشهر هذيك تدير اللايف انت وياها وبنتك رجاء، وكنتو تتشطحوا وكتغنيو، ما نهضرش على رمضان او لا على العيد او لا عرضاتك او لا كذا. كتبتي كذلك على القضيه ديال انا ما كليتش 3 ايام وكذا، وقيت في واحد القناه انكم تكيتوا على واحد القصعه ديال الطعام، واحد القناة ديال واحد السيدة حاطين واحد القصعة ديال الطعام قدامكم. يعني انسان يحاول شوف يخرج يقول داك الشيء اللي كاين، ما يبقاش يستعطف الناس عن طريق لا انا ما غنستعطفكمش ولكن انا ما كليتش انا ما درتش وديك البكاوة. يكفي، راه الناس عاقت، راه الديب كدوز عليه غير مرة واحدة، الناس عاقت ولات كتعرف، يكفي البدوية. وانت عوض يعني واحد النقطة أخرى، عوض أنك تكلمي إذا كنتي عارفة، لأن أنت الآن شتك انك كتردي على بنتك انك باغي تفضحيها وتشويها دير ليها مشاكل وبزاف د الحوايج. حنا ما كيهمناش داك الشيء اللي وقع بيناتكم، حنا لما طلعنا كنتكلموا ضمنا مع بنتك لان مشات ليها الفلوس ديال ادسنس، ماشي واش دارت ليك واش دابستو واش فعلتو، حنا ماشي شغلنا انا داك الشيء اللي وقع بيناتكم ما كناش عارفينه. اذا نتوما اللي كتخرجوه لينا الان، انا غنفضح. وانا ما عمري شفت شي ام كتخرج كتقول لك بنتي مسخوطه وبنتك ما دارت لك حتى شي حاجه لحد الان. في اليوتيوب داكشي اللي كنشوفو في الكواليس، لا يهمنا في الكواليس شنو واقع بيناتكم، لان الى حد الان هي ما قالت والو في اليوتيوب، قالت لك هذوك والديا ما غادي نقول عليهم حتى شي حاجه، العلم لله. داكشي اللي كتقولي انت غيبقى على تقليدك. غادي نفضح بنتي. اجاب السيده مشى ليها الادسنس، مشاو ليها فلوس الادسنس، وها شكون شاد القنوات، انا غنطلع نفضحك. يعني يا اما سكتي ما تجيش تكلمي ما تتهميش، يعني نسيبك ما تتهمش زهير، او لا غنفضحك. ما فهمتش هذا، ما فهمتش هذه القضيه هذه. يعني هاد شي حوايج كنشوفهم عندي عندكم نتوما في العائله، اول مره كنشوفهم صراحه في حياتي، فلا حول ولا قوه الا بالله. علاش قلت لك انا ما غاديش نزيد نتكلم عليك، وما بغيتش نتكلم عليك البدويه حيت انت كتكذبي ومعروفه بالكذوب. ف بنتي 4 شهور هذه ما شتاش، 3 شهور دارت ليا فعلت ليا، وانا غير شهر هذه. واللي بغى الخوت من خلال هذا الفيديو يمشي يدير بنات ام نعيمه اللي هي القناه ديال اسمحي لي، راه كنقول لك داكشي اللي كاين، راه كنقول لك داكشي اللي كنشوف، حنا كنشوفو بالادله، ماشي انا نجي نبقى غنطلع ونبقى نهضر. ديروا بنات ام نعيمه القناه ديال مريم اللي انا كتصور فيها مريم، غادي تدخلوا وغادي تلقاو لايف يعني شهر دابا اموا، او لا نقول حنا حتى شهرين، المهم انا بالي اموا شهر درتو لايف انتي وبنتك مريم وبنتك رجاء، وكنتو كتشطحوا فيه وكتغنيو، ما فهمتش فسبحان مبدل الاحوال. فالان غادي ندوزو لمريم. مريم بكل صراحه لما خرجتي في اول فيديو انا تفرجت فيه وكنت مريض والله العظيم، وكما شافوا الناس والمتابعين اللي كيتابعوني ان درت واحد اللايف في القناه الثانيه ضامنت معاك وخرجت وقلت بصريح العباره انت زهير الوحيد المتهم. راه كاين الناس قالوا لي في التعاليق ان اللي كتب على زهير اللي هضر على زهير غيمشي للحبس وكذا، انا راه تنقول داكشي اللي كاين، راه هو قال لك انا المتهم الوحيد، وراه هو المتهم الوحيد الى حدود الان، الى حدود هذه اللحظه اللي كنصور فيها الفيديو، لان حتى هو غنتكلم عليه داكشي اللي الفيديو اللي دار اليوم وشنو قال وكذا وكذا. فانت يا مريم صراحه الناس بدات كتشك، انت بديتي كتخلي الناس انهم يعني كيدوروها في راسهم ممكن تقلبوا عليك. صراحه فعلا كل شيء ضامن معاك، كل شيء بقيتي فيه، ولكن الخرجات ديالك الاخيره
بحال كتبين يعني انك انت ما همكش ان مشارك الفلوس مشارك، لان الا همك ان مشارك الفلوس فخصك ديري الشكايه، خصك ديري شكايه، خاص تاخذي الامر يعني بمحمل الجد وتمشي ديري شكايه تقلبي على حقك، ماشي ان تخرجي لنا فيديوهات وحنا ضامننا معاك والمتتبعين ضامنوا معاك والمغاربه ضامنوا معاك وكنشوف ان مول الصلعه عرض عليك يعني المساعده، وانا كنعرف مول الصلعه التقيت معاه مرارا وتكرارا وعارف مول الصلعه كيفاش داير، ما غايدير لك ما غياديك ما والو، خصوصا ان هذا الشيء كيبان في السوشيال ميديا، الى اداك راه معروف مول الصلعه هو اللي اداك، ما غاديش ياديك مول الصلعه. فعرض عليك المساعده قلتي لي اجي صور معايا ولكن القناه باش تشوفها، راه ما فيها باس الا شاف القناه ولا شاف داكشي اللي كتقولي، وخرج المغاربه وقال لهم شنو هشنو ما تقتيش مول الصلعه، كاين ناصر البوز، كاين بزاف ديال الناس اللي كيعرفوا، انا ما غاديش نعرض عليك راسي مثلا، انا واخا ان بامكاني انني نجي وكذا وكذا حتى الفاس ما كاينش مشكل، ونشوف القناه ونشوف الادسنس ونشوف ونتاكد من داكشي، ولكن مول الصلعه بحكم قريب الفاس يعني في قرسيف وكذا وهو كان السباق والناس طلبوه، فخاصك تخليه اولا ما تقوليش ليه اجي تصور معايا، علاش غادي يصور معاك؟ يكفي انه راه تيهضر معاك راه تيدير صورتك في المينياتور، علاش غادي يصور معاك؟ زعما شنو باش يقلب على المشاهده؟ اذا انتم بغيتوا المشاهده، ما باغاش انك تعرفي حقك، ما باغاش تعرفي فلوسك فين مشات. فهنا كنوجه لك واحد الرساله، الا كنتي باغا تعرفي فلوسك فين مشات وباغا تجبدي حقك وباغا كذا، فخاصك يعني انت خرجتي في الاول كطلبي المساعده من المغاربه، وطبعا لما كنطلب المساعده فاكيد كان النداء او المساعده كنطلبها من الناس اللي كيفهموا في هذه الامور التقنيه، لان انت هذا الشيء اللي وقع لك في القناه راه يهم الامور التقنيه، ماشي المشاهدات او لا شي واحد ضرب فيك او لا مشكل عائلي او لا مشكل تقني في القناه، ان انت تسرق لك الادسنس او ديزاكتيف الادسنس ديالك ودار ادسنس اخر اللي كانت كيدوزوا منه الفلوس لواحد كونت بونكير اللي انت كتقولي وكتهمي ولد خالتك، لان بحكم هو اللي شد القناه وفعلا هو المتهم الرئيسي في هذه الى حدود الان كنقول انا. فنتمنى ان رسالتي توصلك، خاصك الا كنتي خرجتي ناشتي المغاربه وبغيتو يوقفوا معاك، فانا كنظن حتى مول الصلعه مغربي حتى ناصر البوز مغربي، فاعطيهم القناه او يجيو عندك ووريهم في تليفونك راه ما غاديش ياديوك هاد الناس، وانا كنعرفهم مول الصلعه راه بزاف الناس واخدين عنده واحد الفكره خايبه، راه مول الصلعه حتى انا كنت من الناس اللي واخد عليه واحد الفكره خايبه، ولكن انسان حتى هو انسان طيب في الواقع لما كتلقى معاه وكذا وحشومي، راه اليوتيوب ماشي هو الواقع امام الكاميرا ماشي هو الواقع، وريه كاين ناس البوز اللي ممكن انه يتنقل ويجي وكذا ويشوف ويعرف الحقيقه باش الناس، لان ملي كتشوف بعينك ماشي هي ملي كتشوف ما وراء الكاميرا، فيساعدوك الا كانت شي مساعده، انت كتقول لهم لا اجي صوروا معايا قناتي يعني انا مبقيتش كنتيق، من حقك انا عاذرك، انا اللي كيقول لك اللي قرصوا الحنش او لا كيخاف من الحبل هذه من حقك، ولكن راه حنا الان على موقع التواصل الاجتماعي، راه ماشي في الكواليس شي واحد ما كيعرفش او هذا الامر ما خارجش او اللي يقدر يضمسك او لا، حنا امامنا هذا الشيء، الا وقع لك شي حاجه راه حنا عارفين شكون يعني، راه حتى واحد ما غيبغي انه يدير شي حاجه ويتفرش او يتفضح باش نكونوا واضحين. فنتمنى مادام انت طلبتي المساعده وكذلك كاين الناس اللي طلبوا انهم يعاونوك ديري شكايه فخاصك تقبلي، ماشي انك ترفضي وان باغي انت تباني غير في اليوتيوب، ان اذا انت كتقلبي على المشاهده باغا تطلعي قناتك، ربما داكشي كتقول الام ديالك واختك ربما صحيح، فما تخليناش، انا صراحه انا كذلك لما تفرجت فانا ما عجبنيش الحال وتقبليها، هادشي ما كيعنيش انني ك ك ك, ك يعني انا نهضر على راسي انني راه ضدك، لا انا ما زلت معاك ومتضامن معاك وفي جنبك، وكنقول حتى المتابعين ديالي في جنبك، ولكن ضروري غادي ننتقدك على بعض الامور اللي هي غامضه، فنتمنى رسالتي توصلك، خاصك تقبلي المساعده ديال هاد الناس وما تخافيش، ومادام طلبتي المساعده هي جات حتى لعندك يعني لا قانونيا ولا تقنيا في القناه فكل شيء مستعد يعاونك، فنتمنى لان الا اذا كان هذا الشيء عليك استحمرونا، فاذا كانت هذه القضيه هذه فراه غتضربي في المصداقيه ديالك وفي المصداقيه يعني اذا كان يعني الناس ما يبقاوش يثقوا فيكم وغتكون هذه النهايه ديالك، يعني انا تنقول لنفترض اذا كان رغم اني دائما استعمل حسن النيه، فنتمنى رسالتي توصلك، خلي الناس يساعدوك وحنا راه كنراقبوا داكشي وكنشوفوا وما كاينش اللي غياديك،
راه الناس ما كتعرفيهم ما كيعرفوك، كل واحد من المدينه كاين اللي في اوروبا كاين اللي في اخر العالم والضامن معاك وكاين اللي بكى معاك وقطعتي ليه في قلبه، وبزاف الناس وحنا كرجال كذلك بقيتي فينا. ما يمكنش ان واحد السيده كتقاتل وكدير وكذا. ومره اخرى بغيت نقول لك واحد النقطه ثانيه كذلك، ملي تخرجي تهضري في شي فيديو ما تبقاش تبيني ان عندك مثلا الطباصل ديال الميكا او كذا او لا، خرجي بدون ديك الماكله او لا انا كنفطر او لا كندير او لا كنفعل، خرجي مباشره ديري فيديو في حالي انا بحال هكا وهضري والناس غادي يوصلهم الكلام ديالك. الا اذا كنتو باغا ترادوا بيناتكم هذه حاجه اخرى وما باغيش ديروا المسائل القانونيه، فنتمنى انك تاخدي المجرى القانوني وديري المسطره القانونيه وحنا معاك ان شاء الله، حنا معاك نحضروا معاك حتى في المحكمه ونشوفوا داك الشيء وان شاء الله نتمنى ان حقك يعني ما غاديش يرجعوا لك فلوس، ولكن غير يبان كما قلتي انت شكون اللي ادالك فلوسك باش يتفرش امام المغاربه ومن حقك. فنتمنى رسالتي توصلك، خاصك تقبلي ان الناس يعني اللي يساعدوك، تقبلي ان حتى الناس يعني يوقفوا معاك. قلتي انا ما عنديش باش نشد طاكسي، كاينين الناس اللي مستعدين يوقفوا معاك، كاينين الناس اللي كيحبوا يعني اللي كيحبوك لوجه الله ومستعدين ان يوقفوا معاك ويديروا لك محامي ويديروا لك بزاف. اذا خاصك غير انت تبداي الامور والمسطره القانونيه ديالك. في انتظار هذا نتمنى رسالتي توصلك. الان غادي ندوز عند زهير. بكل صراحه بزاف يعني كنا كننتظروا والمشاهدين وبزاف الناس كانوا كينتظروا الخرجه ديالك تكون مفيده. انا بالنسبه لي الخرجه ديالك خاويه. خرجتي يا ودي زهير، وبحكم ان كتقولها انت فمك ان انت هو المتهم الرئيسي، خرجتي حطيتي لنا البيب يعني داك السيري ديال الادسنس، حطيتي لنا واحد الصوره ديال الادسنس. حتى انا دابا نحط لكم، دابا الا بغيتي نحط لكم واحد الصوره هنا في هذا لا فيديو نحط لكم، ولا في اللايف نحط لكم، او لا في فيديو القادم نحط لكم ادسنس ديال شي واحد نجيبو نحط لكم نقول لكم هذا هو اللي دا هذا الدليل. والغريب في الامر كاين بعض التعاليق اللي قريتهم، ظهر الحق وزهق الباطل، زهير جاب، اسمح لي هذا ماشي دليل بالنسبه لي انا وغير مقنع. الدليل مثلا الا وصلتي لهذا الشخص او لا فعلا عرفتي هذا الشخص ينصب عليكم كاملين ودا لكم القنوات وكذا، تحط لينا كونت بونكير ديالو مثلا او لا كذا اللي نقدروا ان ممكن انسان يقتنع. ولكن انت باش تحط لي اسم ديال واحد السيد هو صاحب هذا هو اللي دنا هذا هو مول ادسنس هذا كذا سميتو محمد او لا، وكاين قنوات لكل واحد شنو كيحط، كاين واحد تيقول لك هذا مفبرك لان كاين الناس اللي ما تاقوش في الاول في مريم، ولكن انت كواحد اللي كنتي ساهر على القنوات وكنتي شاد القناه انت كتاكد ان مريم ورجاء ومنعم شاد لهم الفلوس، اذا ما كتكذبش رغم انك انت متهم رئيسي في هذه القضيه هذه. فداك الشيء اللي حطيتي كامل اخويا بكل صراحه خاوي، ما دليل ما حتى شي حاجه. كنت كنتظر انا شخصيا وبزاف الناس كنت كنتظر الخرجه ديالك، ماشي انك تحط لينا الدليل، تكون الخرجه الاولى تجاوبنا على مجموعه من الاسئله اللي عليها علامه استفهام. كيفاش ان هاد السيد دخل الادسنس، دخل القناه وربط بها الادسنس وديزاكتيفا الادسنس اللي انت دايره، وكيفاش وصل المعلومات، كيفاش واخا نقولوا اختراق وكذا، واش انت ما جاك حتى شي ميساج، واش انت عمرك طليتي هاد المده كامله ديال عامين او عام ونص ما عمرك طليتي في الادسنس ديال القناه، عمرك طليتي في القناه عمرو جاك شي حاجه؟ ما فهمتش اخويا، انا ما فهمتش ما نكذبش عليك بكل صراحه. هاد الشيء اللي كنت كنتظر انك تخرج تجاوب عليه ولكن ما جاوبتيش على شي حاجه، خرجتي درتي لنا هذيك تاع السلام عليكم بكل صراحه، هاد الشيء اللي كاين. فانت ما درتي حتى شي حاجه، ما فتينا حتى بشي حاجه، داك الشيء اللي درتي اي واحد قادر يديرو، اي واحد. كنت كنتسنى تخرج توضح لينا، توضح ماشي لينا حنا المتابعين اللي كيحبوكم مثلا واللي كيشكو فيكم الان، توضح ليهم ان اللي كيبغيو زهير ان الخوتها شنو وقع ليا، الاسئله اللي كيطرحوا لي، ان بزاف الناس كاين بزاف الاسئله كدور في الدماغ ديالهم ما عندهاش اجوبه، وانت الوحيد اللي ممكن تجاوب. فين كنتي انت ملي كان كيدي هذا الشيد كل راه الشهر كيجي كيتيري، فين كنتي انت؟ ما يمكنش. وعلاش تشفروا غير هاد الثلاثه؟ علاش غير رجاء ومنعم ومريم وانت عندك تقريبا اكثر من 6 القنوات في تليفونك؟ علاش ما دخلش القنوات الاخرين؟ كاين اللي غتقدر تقول لي لان البدويه مثلا قناتها كانت تخلص الى وقعت الواقعه تنوض الحيحه، فالاخرين كانوا مازال ما جاهمش الكودات،
ياك، مع العلم ان من بعد الكوفيد، من بعد كورونا، انا واحد من الناس اللي تفعلت لي قناه ثانيه في ظرف سيمانه جاني الكود 15 يوم ولا 20 يوم، تقريبا شهر بديت كنتخلص فيها. يعني شي امور اللي هي صراحه غير مفهومه حتى ليك انت. كنت كنتمنى انك تجاوب على مجموعه من الاسئله ولكن انت تبقى على خاطرك. المهم هادشي اللي حطيتيه اليوم ما فيديو ما والو، شي حاجه خاويه، هضره خاويه. الناس اللي كتعرف في الامور التقنيه، كاين الناس اللي كتقول لك الدليل جابو زهير وكذا، لان الناس ما عارفاش الامور التقنيه في القناه. كاين مشاهدين اللي كيتفرجوا غير في الفيديوهات ما كيعرفوش الامور التقنيه، ما كيعرفوش يصايبوا حتى ادسنس. كاين اصحاب القنوات صراحه ما كيعرفوش هادشي غير خارج داوي خاوي، تصور معك شي نهار ولا تصور مع البدويه ولا شي حاجه، ولا كيعرف البدويه غيخرج يجي مع البدويه، عارف هذا الشيء هذا. فرسالتي ليك، نتمنى تحط لنا كونت او لا كونت بونكير ديال هذا السيد مادام انت ساعدوك الناس ووصلتي ليه. وعلاش شحال هذه ما درتيش هذا الشيء؟ علاش حتى انا الضجه عاد مشيتي انت قلبتي على ناس كيعرفوا وكذا؟ انا السؤال اللي محيرني، كيفاش انت ما جاك لا ميساج وانت كطير في هذا الشيء؟ ما جاك ميساج، ما شتي، ما رديتي البال، راه لا يعقل لمده عامين. غادي ندوز الرجاء. رجاء ما ك... اللي لاحظت فيكم انك رجاء انت ما خارجاش، يعني خرجتي قلتي بعض الكلمات اللي ربما قلتي شي حوايج اللي هما انا متفق معك فيهم، ولكن قلتي شي حوايج غتخربقي بحال بغيتو انكم تطلعوا المشاهده. يعني انت بغيتي تسبي اختك وترد عليك وكذا، وهذا الشيء ما موكلش مع المغاربه صراحه، شي ما موكلش. بغيتي تبيني ان اختك كتستحمر، بغيتي تبيني كذلك ان نتوما يعني انت راه مرزنا وكذا، وان الفلوس مشات، وان انت تايقه في هذا وفاعله وغادي تعرفوا وغتبعوا المساطير القانونيه. ولكن اللي شفت انك انت ما خرجتيش هضرتي على الادسانس وكذا، خرجتي كتعايري اختك، عقلتي على هذه القضيه، عقلتي على شنو درتي، عقلتي شنو فعلتي، غادي نفرشك، غادي نفضحك، غادي ندير لك، غادي ندير. وانت كذلك واحد النقطه هنا زكيتي حتى ديك الهضره، كتقول امك ان وقع خلاف وكذا، وكتقول ربع شهور ولا ست شهور هذه وانا مقاطعه معايا. وانا كيما قلت لكم شفتكم في لايف غير الشهر هذا دايرينو نتوما بثلاثه، فربما هذه كديني لواحد الفرضيه انكم نتوما بثلاثه كتمثلوا. فنتمنى ما يكونش هذا الشيء، ونتمنى ان ما تكونوش باغي نطلعوا المشاهده، باغي نديروا البوز، باغي نترادوا بيناتكم، لان غتخلصوا فيه كاملين من المنتقدين والمتابعين، وكلكم غادي تجمعوا في قفه واحده. فرسالتي لمريم راه وصلتها، تبعي المسطره القانونيه وحنا معاك والمغاربه معاك، ما تبعيش شي حوايج اخرين. ما بغيناش السعايه، ما بغيناش انك تستغلي التعاطف ديال المغاربه ديك المحنيه ديال المغاربه وتضحكي علينا. انت زهير الا كنتي فعلا ماشي انت وعارف راسك بريء، حط لنا دليل، راه قلت لك الدليل، وخرج وجاوب الناس على الاسئله. كيفاش انت ما عرفتيش؟ كيفاش ما رديتيش البال؟ كيفاش قلبك هذا السيد هذا؟ نقول ماشي انت هذا السيد. فهذا الشيء اللي كاين الخوت. فنتمنى ان رسالتي تكون واضحه. انا ما ضد هذا، ما ضد هذا، انا اتعاطف الى حدود الان مع مريم، متضامن مع مريم، ولكن نتمنى ان ما يكونش هذا الشيء تمثيليا، لان المتابعين ديالي غاليين عندي اللي كيتفرجوا فيا وكيتابعوني، المتابع المغربي بصفه عامه. كنتمنى ان ما يكونش تمثيليه وتضحكوا علينا وتستحمروا الشعب، لان غتخلصوا غالي. هذا الشيء اللي بغيت نوصل لكم الى حدود الان. انا معك يا مريم، ولكن نتمنى انك تبيني لنا وتبرهني لنا انك فعلا باغا حقك، وانك فعلا مظلومه، وان فعلا يعني واخده الامور بمحمل الجد، وانك صادقه في كلامك، هي تتبعي المسطره القانونيه، وكذلك تخلي الناس يساعدوك ويتاكدوا ومن حقهم باش نشوفوا داك الشيء ورقه بيضاء، ماشي ورقه مسدوده وملغومه وما عارفين شنو وسطها. فهذا الشيء اللي كاين الخوت. نتمنى رسالتي تكون واضحه، ميساجي يكون واضح، والعوده ديالي تكون كذلك خفيفه عليكم، وخا طولت عليكم الفيديو. شكرا لكم المتابعه، الا كنتي اول مره كتشوف القناه كذلك وعجبتك اشترك في القناه وفعل زر الجرس يصلك كل جديد، كذلك دعمونا باللايكات وبالبارتاج الى عجبكم هذا الفيديو. دمتم في رعايه الله وحفظه، كان معكم اخوكم كمال بلوغيو، مع السلامه.